بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن القوة الشفائية لآيات القرآن. يتميز القرآن بتأثيره الكبير على الأمراض بسبب تأثير التناسق المحكم في تكرار الكلمات والحروف. اثنين، تأثير الإيقاع المتوازن للكلمات القرآنية. ثلاثة، تأثير المعلومات التي تحملها كل آية. أربعة، أن خالق المرض هو منزل القرآن. خمسة، لأن الله أخبرنا بأن القرآن شفاء، والله أعلم.